غدوة مش تسلم حكومة جديدة الخدمة متاعها. نحب نشكر كل الناس في حكومة السيد يوسف الشاهد اللي خدمت البلاد بصدق، واللي كلات على روسها، واللي أخطأت وأصابت. ناس خدمة الدولة التونسية لازم يتعلموا نحن التقليد متاع أنه اللي خدم البلاد قول يعطيك الصحة. ثم حساب سياسي يجي في الانتخابات وجاء هذا كما ناخذين هذه أيضا ملاحظة نحب نشوفها. الحاجة الثانية اللي قلت أنا منذ حين يجب أن نتجاوز نوع من الشعور بالرضا في أنه سلكنا تجاوزنا الأزمة من أجل البحث في شروط النجاح باش ما تتولدناش الأزمة. خاطر هذه أنا تنجنا احنا الآن أمام ما صار تجاوزنا أزمة، لكن قدامنا زوز طرق. والطريق الأولى اللي هي تؤدي إلى تفجر الأزمة في وقت موش بعيد، والطريق الثاني اللي تؤدي إلى البلاد ما نمشت منا في الطريق منا متاع التقدم. وبالتالي الحديث البناء هو ما هي الشروط التي لازم كل واحد منا يوفرها من أجل الحكومة هذه تنجح من أجل تونس والإيفاء بالتعهدات الانتخابية متاع الطبقة السياسية. مش من كأحزاب وشكل الحكومة مدخل المعارضة في هذا لا لا وهو كذلك هذا الدور الأحزاب المشكل الحكومة، هذا الدور السيد الياس الفخفاخ، هذا الدور نتاعو اللي راهو غدوه راهو مش من صالح. لانه المعارضه لو كانت تجي تشوف ال 77 البارح صوت تو تلقى ماهوش نفسه، لا هو نفس المنهجيه السياسيه ولا نفس التوقعات. معناها بالتالي ما انت وقت اللي تحب ما تخدم دائما في السياسه خلي المعارضين متاعك منا اقل، خلي حتى اللي عارضك يعارضك منا سياسيا مش ايديولوجيا مش بطريقه منا متشنجه. شنو الشيء اللي نجم يعمل؟ لكن ياسر الفخفاخ يوم امس اكد على انه المساله ماهيش عدديه. عبد الحميد جلاس يقول لك انتم في وقت سابق عديتوا حكومه باغلبيه واسعه كنهضه ونداء تونس بعد انتخابات 14 وكنا نعرف النتيجه والمآلات. أخص هذا يا منا توفي العبره في النتائج يعني. لا اخسر شويه، لا هذا في الماتي شي يسمى في الماتي يسمى هذا دونك سي اون كونديسيون نيسيسير مي انسيفيزونت. معناها كيف واحد يقول راهو 170 وراك ما نجحتش ما يعنيش اللي راهو ب 129 راك مش نجح، خاصة وقت اللي نحبوا تو 129 في الاخر تقول اللي يحصل هذاك في الصندوق. لكن وقت اللي نجي نشوف نقولوا الناس ليش صوتت البارح تلاقت ثم أربع إيرادات أو أربع خلفيات للتصويت، ثم من هم موجودين في الحكومة مقتنعين بها أو يفرض وجودهم في الحكومة أنه يصوتوا له، وثم اللي خايف من انتخابات سابقة لوانا، وثم اللي خايف أو شعر بمسؤولية متاع حالة الفراغ اللي موجودة في البلاد، وثم اللي هو يقول هذه حكومة متاع تصريف أعمال وبلاد منها تو حابسه من عندها اكثر من عام ومش تزيد تحبس من عام اخر. دونك ما خليني ما نصوت ما تنجكمش احسن حكومه منها في العالم، لكن خير من استمرار الوضع هذا.